السلام عليكم، مرحبا، معكم خليل. ويلكم مرة ثانية لقناة خليل جيمينج، وحياكم في حلقة جديدة من جزيرة السماء ماينكرافت. طبعا اكيد هني بتلعيد، انا البارحة اللي شاف الحلقة الماضية بتلعيد، مش العيد اللي بعده. بس على فكرة الوادي هذا استوى وايد حلو، وايد حلو المكان. انا عيبني ليش؟ لان نزلنا ماي، نحن في ماي هني حاد له، في ماي حاد له. زين احترقت، وفي ماي اللي ينزل من جزيرة السماء بعد، جزيرة العايمة، جزيرة السماء. ممكن نحول ماي لهناك، نحصر اللافا. بس very nice، very nice، منور المكان كامل. السماء ترسمه اصلا من نور سماها تحت، لازم اغطيه. بس انا استوعبت شيء الحلقه الماضيه، لو بياكلون زين يبالهم اكل صح؟ خلوا غرفتي بعدين، يبالهم اكل شو يسوون؟ بيتوهقون، فلازم سوي مكان لهم شو له مصدر اكل، واللي هو نبا جزيره ثانيه، جزيره السماء. في مجموعه جزر ترى اخر شيء. نسوي جزيرة عايمة، إنزين نحط فيها بقر وخرفان وهاي الأمور الطيبة، وأرانب ودياي، عساس الناس اللي عايشة هني كلها، ولا ما بيكون في وايد ناس، 8 إلى 12 شخص أنا بعيش في الجزيرة فقط، لا أكثر ولا أقل. بس يبالها مصادر أكل، من غير أكل كيف يعيشون؟ خبرونا كيف يعيشون من غير أكل؟ لا يمكنهم يعيشون. طبعا المكان على الغالب بيستوي الحين سبون كريبرز، لان ما في ليتات، هاي شغلة كريهة. بس هناك من عبيت ليتات المكان شوي، ولا التورتش الشعلة هاي، ارتحت شوي من موضوع الكريبس. هاي جزيرة العايمة، من تحت بنعدلهم كلهم عقب، ويكون في لنا منتج نهائي. اصلا المنتج النهائي لازم يكون شيء مرتب، وهذا ودنيا نتمشى فيه نشوفه كشخة وهاي الأمور كلها. أنا أشوف هاي كفاية بالنسبة له، جزيرة حق كم شخصهم؟ مش وايدين، لا مش وايدين. لحظة تشوف هني الحواجز، لا مش هني، جايب القرويين وكل شيء والحيوانات جاهزة عندي. نبا السياج. أيوة هذا الغامج، أنا عايبني صراحة هذا، انا عايبني هذا بعدين ما بنستعمل الحين. اوكي، هذا بيكون عبارة عن مجموعة حظائر. اول حظيرة هني، اكبر حظيرة بحط فيها شو؟ البقر. البقر اكثر شيء اتصور مفروض حتى في الحياة الواقعية يعني يحتاج مساحة، لانه عبارة عن حيوان كبير، يعني مش حيوان صغير. الحيوانات الكبيرة محتاجة مساحة اكبر. انزين ما بحطي بوابة حقهم، بعدين بحطي بوابة. ولا اقول ليش، خلنا نطلع على بوابة. ايه الكلام ده كله يعني؟ فنس جيت. وين صار؟ كان قدامي من ساعة. ايوة اوكي، موجود عندي الفنس جيت. هذه أكبر حظيرة، ما خليها حق منو؟ حق أصدقائنا البقر. بنحط هني بقر، بقر هني، هذه لهم البقر، ما نبلا به بقرة بقرتين. كم بيأكلونها يعني؟ 3-4. أنا هاي أكثر من كفاية حق هالخروين على فكرة، يعني تعتبر كمية طيبة. أخاف يطلع عندهم زومبيز. هذا بيكون للدي اي، دي اي ما بيحتاج المساحة الكبيرة الخرافية. لا اذا تي حطينا بقر، نبغى نكبر شوي، مش وايد بس حبه. هاي اساس انه الحسبة تطلع صح.
نكسر هذا ونحط لهم هذا بوابة. بس بحط تورش قبل لا يطلعون زومبيز. طلع زومبيز بيكون مشكلة حقون البقر مالنا عقب آخر الليل. أوكي نبغى نشوف منو ربعنا. انزين هذه البقرة هذه البقرة أوكي هذه البقرة أوكي هذه البقرة هذه البقرة بقرة مش بقرة تورتش. انزين والشبت الأخير حق المعز اللي هو الغنم. شوفوا نخلي ممر. انزين ما بيكون كبير وايد بس احنا نتكلم عن 6-7 تنفار. كم بياكلون يعني كم بيحتاجون عيشة؟ ترى ما بيحتاجون ذاك الزود على فكرة يعني بس يكون عندهم مصدر. شو مصدر اكل؟ مصدر اكل. يصير اسويهم اخليهم عايشين هنا بدون اكل مساكين يموتون من الجوع. زين الحين اخ الدياي وين الدياي؟ سبون تشيكن هذا هو. لحظة اي واحد اكبر هذا للماعز افضل بحط الدياي هني. اوكي 5 ديايات. اوكي في ارانب بعد بس ما بحطي. انا ما طلعت الغنم. كاسي فوكر ماغما لاما غارديان دونكي كريبر كاو تشيكن سبايدر بليز. وين الشيب؟ خلاص بحط ارانب. ما بقعد اضيع الحلقة كلها وانا قاعد ادور. ما بنحط حمير. حمير قلت بحطه في الخلية 2 على اساس انه شو يقدرون. انا في شيء ناقص عندي قرص. زين ابا حشيش لازم يكون في حشيش حق البقر بالذات. حشيش لازم. كيف عندي بقر ما غير حشيش؟ هم مصادر الاكل لازم شيء مهم مهم مهم. القرية نفسها بحط حمار ولا 2 على فكرة اساس انه شو اذا عندهم شيء ثقيل اذا ذبح بقرة ويبون شو ما يقدر يمشي في الحشيش. المفروض عادي الحشيش ما عنده مشاكل. ما يبي يطلع بيشرد مسكين. يمكن خايف من المرتفع نفسه في البقر. بس في مجال حق تعديل المكان على فكرة يعني مش قضية. يعني ممكن نعدل المكان بدون مشاكل. شوفوا صار عندهم مزرعة على اليمين. مصدر الأكل مهم. أنا كيف نسيته ما أعرف. أساس إني بنزل على الجزيرة احترافية. أكل يبغى له تغطية تحت. قاهرني حاليا لكن نبعد له. كنا لون ثاني. مو كنا لون ثاني. لون ثاني. ليش يا ربي ليش لون ثاني؟ ما بك كسرت الدنيا على اساس ابدل لون. انزين اوكي كان موجود. يبالي شوي حشيش هنا. في شير لازم يكون في حشيش خاصة عند هالشير هاي اللي مش طايعين يكبرون ما اعرف ليش. يمكن لحظة يمكن الروت. يمكن محتاجين روت لشي تحتهم. خلنا نكبر. شوفوا السقف يقطر مي. الارضية تقطر مي.
فكرة بيكون حلو. شوف الأفكار تطلع الحين، الحين الأفكار كلها تطلع، بيكون حلو إذا عندي مجموعة شير هني يطلعون. أتمنى يستوون ثنتين كبار، يعني ثنتين كبار يكون وايد حلو، very nice بيكون. يكون فيري ناس يطلع من اليم. شو اشكال الشير محلاهن على الجزيرة، بس شو يبالهن؟ يبالهن نعقلهن نارة. افكر في بعضهن بعدهن صغارة، هلا البقر هلا. اوكي تبشون ياكلون حشيش وهالامور، بحطي لهم برا هني هذا اوكليفس. شوفوا هذا بسوي على اساس انه مصدر لشو، او ان هذا ستوك مالهم، هذا الستوك الاكل، عرفتوا لازم يكون في ستوك اكل دائما موجود، فهذا الاكل مالهم موجود، وبيكون هني موجود اكل داخل، عندهم ستوك خارجي. الدياي بعد افترض ان عندهم ان هذا اكلهم حاليا. الأرنب أوكي، حطي لهم هذا على أساس إنه مصدر أكل. لكن هل في فيد؟ أعرف شو هالجلاس هذا بستعمله أنا عقب. كان الحين مشغولين مصادر الأكل شوي، وأبغى أحطي دونكي في القرية. شو إذا طاح الدونكي أنا ما يخسرني، بس ما أظن بيت مفروض إنه ما يطيح يعني. يبونه تو دونكيز، بس تو دونكيز. اثنين يكفون. بيت اللي عنده بيكون عود، لكن بيسكون فيها ناس على فكرة يعني. زين انا كم سرير عندي هنا؟ 6 2 8، فدام انه 8 سراير يبالي 1 على 7، احس انه في مكان 2 3 4 5 6 7 8. ها بيض طلع. زين في عندنا قرويين، اظن مش عارفين شو يسوون على فكره. اهم شيء انه ما ينتحرون. ارجع هنا الاقيهم كلهم ناطين من فوق، بيكون وضعي يزعل شوي، بيكون وضع شوي يزعل. خلنا لحظه نحط هنا نتاكد انه ما حد يتفلسف. بيت العمده مكاني هذا، برك احمر سوي شغل في اي بي. هني بحطي كبتشي ولا طباخة حقي بروحي. لا احد قريب مني ولا شيء. بيت اكبر عن بيوتهم كلهم من عباب، لكن لازم نسوي لهم بيوت، نسوي لهم اكستنشنز. هالخرويين ما يكفون، لكن نفس مستوى المعيشة العمدة يكونوا. انا ما برفع وايد، مش وايد، وفوق السقف كالعادة شجر، بس مش وايد نفسهم لا، لأن بيته كبير لازم يكون مرتب فوق، يكون في غير. براويكم براكم الخطة يعني، تسوي نفس بلكونة فيها شيار وفيها ماي وفيها كذا، والسقف مرتفع مش نازل نفس عندهم. اسمعوا دخشوا البيت. اوكي كانوا يستعملون البيوت، ممتاز. هم ولازم وجود خرويين اساس يهتمون بالاكل ومصادر الاكل وهاي الامور كلها، لازم كل شيء يكون موجود. زين لازم يكون موجود. بحطي شبابيك، طبعا بحطي شبابيك بس مش الحين. بيت العمده بيكون له حلقه بروحه هذا ترتيبه، لكن هذا الاساس. وباكم تشوفون حجمه يعني، من شو الخطه المستقبليه بتكون. الشيرة ليش نشبت اللي في حياتي؟ اوكي انا زار عنها، انا خليتها تنشب في حياتي. زين هذا بيت العمدة، طبعا له بيبانة بروحه. بيتي هذا اللي يدخل له حشة عقه من فوق، تسمعون؟ حصل لي ادخل، حصل واحد راقد عندي.
لا راقد مكاني حطي اغاني بعد. انا ليش كل شوي اضيع السمان؟ بيرش دور هذا، هذا هي باب فخم، هذا حق العمدة. اوكي لا تعترضون. اوكي بيت العمدة غير، لازم بيت العمدة، هذا العمدة بيكون سبيشل، لازم يكون اثاثه غير، اسمه غير، كل شيء غير، يكون نفس كما عاد، ما يصير عيب. لا تدخل بيتي يا كلب، تدخل تدخل. السقف مرتفع، دري ما لا غير، ويكون له فنس فوق وحركات، السقف المرتفع فخم وانت تعرفون هالشي. شوفوا شوفوا وش كثر مرتفع السقف، مكان طالع منها الرعية. زين اذا اصلا الجزيرة عائمة ما بيكون غلط لو سويت بيت عائم صح؟ ودريلة والله اذا قامت تطلع لي افكار على فكرة، يعني قامت تطلع لي افكار. الفكرة هاي بحد ذاتها لذيذة الصراحة، قلت حطيها في صمونة وتاكلها. زين خلنا نشوف يا العمدة، بيت العمدة احترق. تعال تعال تعال، هذا الطابق الاول مال العمدة. اي فخم يكون، المدخل لازم يكون فيه زولية وحركات وسجاد وفخم ومخيط بالايد وهالكلام الطيب، مش نفس باقي الناس. زين هذا بيكون مش دري هني، لا ما ينفع ابدا، مش اوكي مكان حق دري. طابق ثاني طبعا مو بيكون فيه طابق ثاني حق سكن، لكن بسوي هاي السالفة مرات ترفع الضغط، ودك تسوي سلكت اول صدق. يمكن لنا توا ما تعودنا على ماينكرافت بعدي، لكن اللي يلعبونها من زمان ما عندهم مشاكل، يحطون 300,000 قطعة يحطون. زين نبا هني. زين اوكي طبعا تحت الدرج مساحة بستغلها، ما بخليها فاضية. لكن السقف عالي بياخذ المساحة كلها بالطريقة خايفة. شو بسوي؟ اوكي هذا الدري يكفيني. قم اوكي هذا الدري مايل، واحد اركبه بالطريقة هاي فنان. اوكي صراحة هذا اوكي، يبان الباقي بيكون ترتيب من داخل، ترتيب ها خلي حلقة بروحه بيكون. بس العمدة طبعا غير، ما يقعد وياك انتو في الحدائق هاي، لا لا لا، عنده حديقة باننها العمدة بفلوسه ماني يمشي لها. هني ذات اليمين ذات الشمال، هذا وشو يسوي؟ عنده مكان حديقة بروحه، هي يطلع عليها الشيء تحسبون نفسكم. العمدة هذا يا ابوي العمدة، ترى كله مشروع جاذبية، ما عندهم جاذبية اصلا الجزيرة، ما عندهم جاذبية، شيء اسمه جاذبية ما عندهم على فكرة. انا اخبركم الحين، يكون عنده بحيرة بروحه ما بحطيه وياكم. والترتيب هذا واسطة واسطة كبيرة، هذا بيت العمدة، تعال يا العمدة تعال، جزيرة دائرية صغيرونة حقك. ايوه هذا هو الكلام. هني هني اوكي، هذا هني الكلام، نزرع لك شيرة عودة مرة. هني بتكون الشيرة، ما اعرف كيف بتطلع بس خلنا نجرب. زين وهذه ثنتين وهذه ثنتين، عندك في الحديقة اللي تاتك غير طبعا. دير دير هالباب،
أرباب شو هذا جليز شكله انترستنج شوفه أوكي نايس أحط التورش العادي ولا في لانترن شي نسوي إذا في لانترن ولا شي يكون حلو أشوف عقب الرسبس بنبدأ نسوي شغلات شوي غير نشوف شو ممكن ينور لنا الدنيا يسوي هالسوالف الأمور لكن خبرة اللعبة تلعب دور بعد لكن حاليا أشوفها الترتيب زين يعني مش ترتيب سيء أبدا أنت مو صدق حتى كوجود تورتشز تورتش ترى أنا عايبني صراحة مو صدق أنا حسه في النون كشخة شي نار شي كلاسيك لكن بشوف إذا في بداية أحلى في بداية أحلى بنسويها عرفتوا لازم يكون طبعا وضعك صعب ما غير بحيرة والبحيرة يبالها دبل تعال يا مدير الجزيرة تعال حطيلك بحيرة بروحك حطيلك بيت بحيرة بروحك وبني بسط الماي حقك هني وسط هذا بدله بهذا عادي مو مشكلة ونحفر لك هني بحيرة صغيرة يعني مش كبيرة مش نفس هناك يعني بس بحيرة نسوي له شلال للمدير مدير الجروب هذا لا مش جروب الجزيرة لا ما بسوي له شلال أحس تومتش إذا سويت حقه وبعد شلال ما يصلح بس ترى ممكن اسوي شلال من غير حفر على فكرة ممكن تعتبر ان الماي هذا اللي فوق جالس يسرب من هني على فكرة يعني انه يسرب من مكان ثاني مثلا هني ما يشتيل شلال ما في مشاكل بس كيف اشيل الحين ما اعرف المهم هاي الحلقة اليوم اصلا اساس الحلقة كانت لموارد الأكل ولا موارد الغذاء نشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية مع تيم الحلقة هذا خلص وأتمنى تعجبكم السلسلة إن شاء الله لا تنسون لايك سبسكرايب وشير أهم شيء شير عشان تكتمل كل سلسلاتنا إن شاء الله.